كانت تجربة جميلة جدا في الريو، تجربة شيقة ودتني فوائد كتيرة إن أنا مستسلمش، وإن شاء الله عندي تطلعات للأولمبياد اللي جاية إن أنا أكون من الثلاثة الأوائل وإن شاء الله ذهب. كانت تجربة متوتر جدا، الآن أنا بلعب أقوى ناس على مستوى العالم، محطوط في جروب A. جروب A هو أفضل 10 أو 11 رياضي في رفع أثقال بيكون فيه، إني موجود فيه ده كان شيء قوي بالنسبة لي، مديني قلق بس في نفس الوقت بتشجعني معطيني حماس. بعد الريو كملنا تدريب على طول، عندنا التزامات وبطولات تانية. شاركت بعد الريو في الأردن البطولة العربية والبطولة الأفرو-آسيوية والتضامن الإسلامي، ماخذ هناك 10 ذهبيات. حاليا بنجهز لبطولة آسيا الناشئين.